أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: علمنا أن بعض الموحدين يدخل النار بسبب ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم، فهل هؤلاء يجيبون الإجابة الصحيحة المنجية عند سؤالهم في القبر؟ نعم نعم، المؤمن ولو كان عاصيا يجيب، يثبته الله ويجيب بجواب الصحيح. إنما المنافق، المنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، اللي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر، هذا هو الذي لا يوفق للجواب عند السؤال. نعم.